أهلا وسهلا فيكم، لساتنا مستمرين في فقرة في بيتنا شيف، واليوم معنا مبدعة جديدة. خلينا نتعرف مع بعض على بنان غرايبة ونشوف شو محضرت لنا وصفات طيبة. هاي بنان. أهلا. كيف حالك؟ أهلا. شو أخبارك؟ تمام. أهلا وسهلا. أخيراً بنان غرايبة من المبدعين ومن زمان بتابعك. حبيبتي تسلمي. وأنا وياك أصحابك على السوشيال ميديا من زمان بنان، فحابة أعرفك منك أكتر، كيف دخلتي أكتر على المجال بما أنك دارسة صيدلة وهل اشتغلتي بالصيدلة؟ إيش عملتي؟ قولي لي كيف بلشتي؟ طبعاً أنا اشتغلت بالصيدلة كتير، بعدين في فترة اضطريت أقعد بالبيت، تعرف في الأولاد بيكونوا صغار وهيك، وجيت بعدين بدي أرجع، ما لقيت الفرصة المناسبة أو المكان المناسب. وبعدين انا من صغري بحب الطبخ. طبعا انا صرت جاهزه ادوق. شو بدك تدوقيني اليوم؟ يلا. ايش بدك تدوقينا؟ بدي اعمل كوكيز. عملناهم قبل فتره. هي نفس العجينه، بنقدر نعملها بعده اشكال. اوكي، اذا نفس عجينه الكوكيز رح نعمل منها فكرتين اليوم مع بنان. خلينا نشوف شو رح نعمل. يلا بنان، رح اخذ قهوتي معي. يلا وانا كمان. بنان، اول شيء قولي لنا ايش رح نحضر. اوكي. وقديه الوصفه بسيطه ومقاديرها، يعني مثلا كل الناس بيعملوا كوكيز بس احنا بدنا اياكي تعطي لي تريكس اليوم، او هيك شويه تيبس للستات شو ممكن يعملوا حتى يطلع معهم ناجح بالطريقه الطيبه. اول شيء طبعا انت بتعرفي بالحلويات لازم تتايد يكون المقادير مظبوطه 100%. مش يقولوا لك نص تحطي، يعني ممكن السكر شوي تخففيه. انا دائما بقول لهم بالطبيخ عادي، بالطبيخ مش مهم، بدك تزيدي معلقه بهارات، بدك تنقصي معلقه بهارات. اوكي، ما بالحلويات لا، لازم بالضبط. واكواب معياريه طبعا، يعني او انه الكوب اللي بتستعمليه مثلا. خلينا نشرح لهم اكثر. يعني مثلا استخدمت الست هاد للطحين نفسه بتستعمليه للسكر. أوكي. نفسه يعني هو نفسه عليكي. مش تغيري. ايوه أو تمام. كوب معياري. تمام، بزبط. يعني هلا احنا اليوم ايش رح نعمل الوصفة؟ هي كوكيز كرينكلز شوكولاتة. زينتها بأكثر من طريقة. طيب يعني يلا. ممكن تحطي عليها سكر ناعم. ممكن تحطي عليها البريتسلز اللي هم هدول الكوكيز المالحين. ممكن إذا بدك حبة جوز كاملة، حبة لوز كاملة. طيب فبصير عندك تشكيلة من نفس العجينة. يعني احنا رح نعمل الخلطة الرئيسية. ايوه. بتاعتي العجينة الكوكيز الكرينكلز، ومنها رح نتفرع نفرجيكم أشكال تانية. وهي كثير بسيطة مكوناتها جدا. وما بتكلف كتير، والحلو فيها ما فيها زبدة كوبي بس. انت عملتيها بالزيت؟ زيت. اوه طب ممتاز. يلا خلينا نبدأ نبلش. هلا احكي المقادير. 4 بيض. أوكي. معلقة فانيلا، كوب سكر، نص كوب كاكاو، 3/4 كوب زيت نباتي، وكاستين طحين، معلقة بيكنج باودر، ورشة ملح، ورشة صغيرة بايكربونات الصوديوم. اوكي، إذن حطينا البيض وحطينا الفانيلا، وهلا ايش بدنا نحط؟ بنحط السكر ونخفقهم لحتى يصيروا زي الكريمة. اوكي، يعني كثير كريمي. اوكي، إذن بعد ما خفقنا البيض مع السكر، هلا بنضيف الزيت اللي هو قد قلنا معيار الزيت؟ 3/4 الكوب. هلا بنضيف المواد الجافه اللي هي كاكاو. اوكي، اللي هي تقريبا قد ايه كاكاو؟ نص كوب، 3/4 كوب، يعني حسب لونه عشان يطلع لون. وكوبين من الطحين. كوبين طحين والبيكنج باودر والملح والبايكربونات. يس. ونضيف الطحين. اوكي، اذا انت بتحبي تبرديها شوي؟ هي لازم تتبرد. يعني بارده بليز. انا يعني وبيكون قوامها جامد كتير، مش خفيفه، يعني مو زي الكيك، اتقل من الكيك عشان تقدري تمسكيها. طبعا عشان تقدري تشكليها. ايوه بالضبط. فاذا العجينه بعد ما تنخلط لازم تنحط بالثلاجه تقريبا قد ايه؟ يعني ساعه مثلا؟ ساعتين. كل ما زادت كل ما كان احسن حتى نقدر نشكلها، لانه زي ما انتم شايفين هي كمان قوامها ما فيها زبده، فيها زيت. يعني بتغلبك. ومعلش يعني هاي بالجلوفز بالكفوف ما بتزبط، رح تلزق. ايدينا نضاف ومغسلين. نعملهم هيك طابه ابسط من هيك ما في. هلا بتجيبي بشوفوا هلا شو اللي بدنا نعمله. حتى يعني هلا هي الكرينكل كوكي متعارف عليها، بس هلا بنا رح تفرجينا اشكال ثانيه حتى لتشكيلها. بنحط هلا عليها الهاي ونضغطها شوي. ونضغطها، وهي كمان يعني اقل من 10 دقائق بتكون مستويه. طبعا ما بدها كثير، واذا انشوت كثير طبعا تنشف. بتنشف. ايوه. هلا هدول اللي بالسكر بنان بتعملي طواسي انت؟ حتى هدول الكوكيز كل شيء. بعمل كوكيز. أوكي. مشكل اشكال. هلا حطيناهم بالسكر الناعم. السكر الناعم هاي الجزء الثاني، وهدول لما بفرشوا بالفرن بيعطونا الشكل المتشقق. ايوه بفرجيكم اياه بعد شوي. في كمان يعني بس تطفي الفرن عشان يتشقق كثير منيح، اطفيه وخليهم جواته شوي صغيره بزبطوا. هلا بدنا نحطهم بالفرن. يلا على فرن على اي حراره؟ يعني 180 لمده 10 دقائق وبس. هلا بفرجيكم الجاهزين.
اوكي هلا اذا بنان محضرت لنا من قبل كوكيز، شوفوا احلام هدول المشقشقين اللي بيطلعوا مع السكر الناعم، وهي التانيين المضغوطين مع البريتزل او البسكوت المالح، وهون حطينا شويه كراميل صح. هلا هو بنقدر نزين اما شوكولاته. هذا كراميل جاهز ولا شغلك ولا شوكولاته ولا شو؟ هاي الشوكولاته جاهزه بتحطيها بالمايكرويف بس اسهل طريقه وبتسوي عليهم هيك. اوف ما احلى خليهم طبعا يجمدوا. شوفي كيف افكار بسيطه بس اعطتنا شكل مختلف عرفتي. وهدول اللي بكراميل، الكراميل انا بس بعمل. انت عملتي سكر بتخليه يدوب بس ما يعني ما بتحركيه كثير عشان ما يكرمل. وبعدين بتحط عليه علبه قشطه ومكعب صغير زبده نقطه زبده ورشه ملح عشان يطلع صرنا جاهزين. يلا يلا يا بنان. انا هاي شفتك امبارح على الانستغرام فاحكي لنا بالضبط لانك انت اللي عامله المربى كمان صح. ايوه صح. قولي لنا كيف تعمليها لو سمحتي. هي الكيكه البردقان الاساسيه اللي هي 3 بيض او 4 بيض حسب حجمهم، كاسه سكر، كوب عصير بردقان، برش بردقانه وثلث ارباع كوب زيت وكوبين طحين. حلو. بس اني بالاخر سقيتيها مربى البردقان وجوز هند. يلا احنا رح ادوق الكوكيز انا اول. يلا رح اخذ لي صحن عشان ندوق الكرينكلز تبعونك. رح ادوق مع البرتزل الكيك. طلعوا كيف قوامها من جوا زي البراوني، هي قريبه للكيك يعني بتكون هشه طرية كتير بتشهي. سلم هالإيدين صحتين وعافية. ورح ندوقها أكيد. هاي الكيكة زمان أنا بحكي عنها، كيكة أمهاتنا. أيوة وجداتنا. صح مظبوط، ما كانش في أيامها أسكى إشي، كتير فليفرز وأشياء زي هلأ. صح ضبطها. المرة الجاية بتحسي بحسابي بالمربى. إيه حاضر عيوني. سلم إيديك بنان. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيكم. أهلين. مبدعة أكيد، وإن شاء الله إذا عجبتكم الفقرة وحابين تكونوا جزء منها تقدروا ترسلونا على صفحة مطبخ رؤية حتى تكونوا ضيوفنا في فقرة في بيت ناشف. شكرا بنان. أهلين. ما بدك تاكلي معي؟ آه بلا. يلا.